من الدكتور. هو الدكتور عمليه الموديفيكيشن لرانك سايكل، ازاي بحسن الكفاءه بتاعه. والحقيقه طبعا زي ما انتم عارفين الدور الثاني اللي هي السيمبل، عرفنا ان هي مكونه من اربع كومبوننت اساسيين في الفلو شارت بتاعها، اللي هي عباره عن التربينه والكوندنسر والبامب والكولر الشيله اللي هي. وعرفنا ان كفاءه الدوره بتساوي دايما الشغل النت بتاع الدوره مرسوم على الوارد او كميه الحراره المضافه في الدوره بتاعتها. هنرسمها كده بمنتهى البساطه ونحاول نشوف ايه اللي ممكن يخليني ازود الكفاءه عندنا. الحقيقه عندنا طريقتين، طرق، في طرق ثانيه يعني، لكن في طريقتين الاساسيتين عندنا. في طريقه بنسميها ريجنريتيف رانكن سايكل او عمليه اعاده التوليد لدوره رانكن، والدوره الثانيه اللي هي ريهيت سايكل، اعاده التسخين، اعاده تسخين البخار. هشرح الاثنين ان شاء الله. والريجنريتيف سايكل او ساعات بنطلق عليها البليدنج سايكل، اللي هي عمليات الاستنزاف. هنقول لك ايه سبب كلمه استنزاف دلوقتي، بليدنج. زي ما اخذته قبل كده ان السمبل رانكن سايكل عباره عن التوربينه، وبعد كده البويلر عندنا، وهذا الكوندنسر والبومب. ده واحد التربن الكوندنسر البومب البويلر. اثنين ثلاثه اربعه. ندور على الدي اس دايجرام زي ما انتم عرفتوا قبل كده. ففي عندي دايما تخطيط درجه الخط المرتفع اللي داخل على التربينه، والخط المنخفض اللي هو بتاع الكوندنسر. ضغط المنخفض. فالخطيب بهذا الشكل، وسمعت معاكم ان احنا دايما بنرسم التربينه دايما بسوبر هيتد ستيل، على اساس انه لو الاكس او الدراينس فراكشن اللي خارج من التربينه اقل من 95% بيأثر تأثير كبير جدا على الريش النهائيه بتاعت التربينه، بيعمل فيها الروجن او تآكل، فممكن تتكسر بعد كده وتبقى مشكله كبيره لو حصل فيها اي دامج يعني. فاحنا بنبعد خالص علشان الدروبلتس اوف ووتر اللي بتتكون اللي بتبقى موجوده في نهايه التمدد بتاع البخار. فدايما بتدخل سوبر هيت الستيم، يعني لو دخلت الستيم هنا هتجد الوش في النهايه تلاقي ان الاكس هنا مدى منخفضه جدا. فانت بتدخل دايما سوبر هيت الستيم عشان في نهايه الانتر ان شاء الله. انا بتكلم الحقيقه دكتور بيشون على اساس انه بيجينا هنا احط المتابع او الكتالوج تشوفوها على طول مباشره. فما فيش حل، مش عم حدش جاب حل. وزميل لكم اللي هو المندوب دفعه قال هكلمه تاني نشوف يعني اللي هو الفانوس السحري اللي بيشتغل على الداتا شعر. يا اما نصور بقى، انا بنصور الكتالوج كله طبعا، دي عمليه شاقه ومتعبه يعني. المهم نقطه واحد هتبقى هنا. واحد اثنين ثلاثه في التربينه، من اثنين لثلاثه عمليه كوندنسيشن في الكوندنسر، من ثلاثه لاربعه انضغاط في البنك لغايه الايه؟ الضغط اللي هي بتاع البوكر، البي بويلر والبي كوندنسر. وسالتكم سؤال قبل كده، يا ريت ارمز بضغط الكوندنسر ده فين؟ 8000 ميجا باسكال. ها؟ 8000 ميجا باسكال. لا 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 لا، ده هو مرتبط بحاجه مش ايوه، ما هو درجه الحراره المحيطه بيه بيعتمد على درجه الحراره المحيطه بيه، بتكون 41.5 وعند الباتش عشان يبقى الخارج اللي خارج من الكوندنسر الكاسب بنسبه 90%. يعني هو انت بتحاول توصل لكن مش هو مرتبط بحاجه معينه. لو الحاجه دي زادت درجه حرارتها يبقى لابد الضغط اللي انا عامله اللي هو انزل عنده بالكوندنسر لابد يزيد. لو نقصت الدرجه دي لابد تنقص معاك، بس لو بليمت معينه. هقول لكم عليها بس في النهايه يعني، ما نبقى فكروا كده، فكروا كده. لو دورت عليك دلتا ده يا دكتور لازم ما تعداش 14. لا الارقام اللي انت بتقولها فيها ارقام منين جبتها؟ منين؟ من عندي؟ من عندي؟ لا مش 14 درجه فين؟ بص كده معايا هقول لكم ما دام انتوا يعني افترض ان درجه الكولينج ووتر اللي هنا
بورينج ووتر ان كانت بتساوي 25 درجه مئويه. انت بتدخلها جايبها من النهر او من البحر عشان تبرد الكوندنسر، صح الكلام؟ ودرجه والضغط اللي هنا اهو نزلته لغايه 8 من 1000 بار، 8 اساسا 8 من 100 بار مثلا، يعني 8 من 100 بار صح؟ لما الضغط الكوندنسر ينزل ل 8 من 100 بار، البويلنج تمبريتشر عند 8 من 100 بار بكام؟ استنى بس معايا، انت الجدول اللي معاك والخريطه ايوه يا جماعه هعطيه بره. انا بقول اهو ركز بس كده ركز معايا، انا بقول المرات اللي معاه حد في اوكي تعالى اصبر هنا ده مثال بسيط بس عايز ابينه للباشمهندس اللي هو بيتكلم ده الحقيقه للناس الكويسه. عندي 8 من 100 بار 41 اختارت انا خفضتها ل 2 من 100 بار 2 من 100 بار ركز كده معايا دخلت لي 2 من 100 بار هتلاقي درجة الحرارة درجة غليان كام؟ 17 ونص. بص بقى معايا كده درجة المية اللي بتاعت التبريد كام؟ 15. وانت خفضت الضغط لغاية ما درجة الحرارة وصلت كام؟ 17 ونص. طب مين اللي هيدي لمين؟ هل المية اللي داخلة تتبرد؟ ده الاستيم هو اللي هيبرد المية. يعني اتعكست الضوء. مش كده ولا ايه يا شباب؟ ركز معايا تاني. الوقت انت خفضت الضغط اللي هنا لغايه 2% بار، البخار هيتكثف هتوصل درجه الغليان بتاعته 17 درجه. 17 من الميه اللي داخل 25 اللي هتبرده اهي. يعني اللي هتبرده 25 تبرده اذا كان هو 17 وهي 25. فلابد انزل بالضغط لغايه فين يا شباب؟ لغايه درجه الغليان بتاع البخار ما تقلش عن 25 درجه. يبقى دور على 25 درجة عندك ساتيوريتد. افتح الجدول صفحة اللي هو التمبريتشر كأساس، التمبريتشر كأساس اللي هو صفحة 4 صفحة 2 صفحة 2 صفحة 3 صفحة 3 قصاد 25 درجة تلاقي الضغط كام؟ 31. لا انا مش 31، 3 من 31 من 1000. يبقى انا سعادتك ما اقدرش انزل بالضغط ده المينيمم بريشر، ما اقدرش انزل بالضغط بتاعي على 31% بار. الفكره اتفهمت يا شباب؟ يعني انا دلوقتي لو نزلت ب 31% بار هنا في الايه؟ في الكوندنسر درجه الغليان هتبقى كام؟ 25. ودي 25 مش هيحصل تبريد. او اعمل ايه بقى؟ ارفع شويه 4% 5%، لكن المينيمم ما يقلش عن درجة عن الضغط عن الضغط المناظر لدرجة دخول الكولينج وول. فاهمك؟ زملائكم بقى بتقولوا لهم عليها بقى. يبقى الضغط في الكوندنسر دي أسئلة فنية، لو أنت عملت انترفيو في محطة أو كده، لو سألك وقال لك الضغط ده أنزل بيه، ما أنا نفسي أنزل بالضغط لغاية زيرو أبسوليوت. كل ما أنزل كل ما الشغل بيزيد بتاع التربينة، وبالتالي الكفاءة اللي عندك هتزيد. لكن انا ما اقدرش انزل بضغط الكوندنسر الا الضغط المناظر لدرجه الغليان بتاع دخول ميه التبريد. لو درجه دخول ميه التبريد 30 درجه او رايح مدور على 30 درجه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجدول يعني هو 30، يبقى الضغط المناظر لها كام بتاع الكوندنسر؟ 4 من 100 بار، 4 من 100 بار، يعني كام باسكال؟ 10 سنت على 10 سنت يعني في 2 يعني 4 باسكال، كيلو باسكال، 4 كيلو باسكال. ما اقدرش انزل عن كده وما بوصلهاش برضه على فكره، لان لو الدرجه دي قد الدرجه دي مش هيحصل تكسير، الحراره مش هتنتقل من الكوندنسر للكولينج ووتر. مش كده ولا ايه يا شباب؟ خلي بالك من السؤال الفني ده. نرجع تاني للدوره. عرفنا طبعا ان الكفاءه هتساوي الويب نت على الكيلو وات،
ركز معايا بس يا باشمهندس. الورك نت هنا عباره عن ايه يا شباب؟ الورك كيربن مايز الورك بتاع الايه؟ البامب على الكيو 1 ده هتساوي اتش 1 مايز اتش 2 ناقص اتش 4 مايز اتش 3 اللي عرفنا كده ازاي بالقانون مقسوم على اتش 1 مايز اتش كام؟ مايز اتش 4. لو اتش 4 دي او التمبريتشر بتاعت 4 سخنتها شويه اديتها تسخين من اي حته كده كيو ادد هيحصل لها ايه؟ هتقل ولا تزيد؟ يعني لو رفعت اتش تي 4 دي او رفعت الاتش 4 دي هتزيد يبقى المقام هنا هيحصل ايه؟ هيقل. يبقى الايتا هتساوي ايه بقى؟ لما المقام يقل الايتا هتزيد على طول. طبعا كلمه كفاءة تزيد يا شباب عشان برضو الصورة فهي ترجمتها ماني فلوس. كل ما قلت الكفاءة كل انت ستك مصرفها. ليه؟ انت الوقت كيو ادي دي مش انت بتشتريها كبنزين او كسولر او كفحم او غاز طبيعي عشان تشغل المحطة. فكفاءتك قلت معناها انك انت بتدي اكتر في الحرارة اللي انت ايه الحرارة الوسط هتبقى كتيرة. هو كفاءة قال لي يعني نص هتبقى كتير يعني الكيو ادي هتزيد يبقى انت بتدفع اكتر. طب لو الكفاءة دي زادت معناه انك انت بتوفر في الكيو ادي وبالتالي بتوفر في الايه في الفلوس اللي انت بتدفعها كايه كسعر للوقود اللي انت بتحطه في المحطه. فانا عايز ازود شغل المهندسين بقى هاو تو امبروف ذا ثيرمال افشنسي اوف ذا تانك سايد اوف تانك سايد مش كده يا شباب؟ طب اعمل ايه بقى؟ واحد من الناس اللي فكروا طبعا كمهندسين قال لك هعمل حاجه بنسميها ريجينريشن او اعاده التوليد. ريجينريشن رانكن سايكل. هتعمل ايه يا شباب؟ قال والله انا هلعب تربينه تربينه ايا وهذا البويلر وهذا الكوندنسر فينا بامب كده هاجي هاخد فرع برانش كده من التربينه اعمل بليدنج للبخار السخن هستنزل كلمه بليد يعني استنزاف ماشي هستنزل جزء من البخار ادخله على اللي طالع من البامب يتخلطوا مع بعض ويسخن اللي داخل على الايه؟ على البويلر يوم يرفع لي وحده طبعاً انا بحط حراره في يعني الحراره اللي بتتاخد من هنا انا هاخد الفرع ده هنا اهو ماشي ادخله على حاجه بسميها ايه يا شباب؟ بسميها الفيد ووتر هيتر سخان الميه. الفرع ده اهو اسحب منه كميه افترض اللي ماشي في الدوره هنا 1 كيلو جرام اسحب كميه اسمها ام عندي او مدخلها في اللي جاي من البامب ده يتخلطوا الاثنين مع بعض يطلعوا لي هنا بسخونيه معينه ارجع الغطا ثاني للايه؟ للبويلر. ناخد الارقام كده ونشوف ده التربينه ده الكوندنسر ده البامب واحد ده البامب اثنين ده البويلر. دي واحد سحبت عند نقطه اثنين بعد كده تمددت عند نقطه ثلاثه نقطه اربعه رفعت لنقطة خمسة هتقول ايه السبب في الرفع ده؟ هنا ستة هنا سبعة. قسمها كده مظبوط. في شوية استفسارات فنية كده نقول عليها. أنا بسحب هنا عند ضغط كام؟ يعني لو ده الضغط مثلا وليكن 60 بار. 60 بار. هسحب عند ضغط تقريبا في حدود يعني 2 من 10 من الضغط العادي. دايما بسحب عند الضغوط اللي هي الايه؟ حوالي 2 من 10 يعني اسحب هنا عند كام؟ عند 3 بار 3 بار وده اهو بتاع الكوندنسر زي ما احنا اتفقنا هنخليه 7 من 100 بار مثلا هدي مساله بنفس الارقام كده اعملها لك مليان كده خلي نفس الارقام كلام جميل قوي يا شباب بعد كده برفع من ضغط 4 اللي هو من 7 من 100 بار برفعه ضغط 5 تفتكروا ضغط 5 يساوي كام؟ البامب الاولانيه اللي بترفع لان خلي بالك ان ده بنسميه الفي جوتر هيتر ده في نوعين منه
نوع بنسميه الاوبن فود فيد ووتر هيتر، وفي نوع بنسميه كلوزد فيد ووتر هيتر. الكلوزد يعني انا عارف ان المساله صعبه شويه لكن هديكم فكره عنه، لكن هجيب لكم الاوبن في الامتحان اذا شرح بيها اوبن سايكل وتريحنا من المشكله، لكن تعرفوا التاني كويس وهو تحليله هعمله لكم برضه مفيش اي مشكله، بس انا مش هتقل عليه. وساعات بيبقى في المساله في اثنين هيترز، ممكن يكونوا اثنين اوبن، ممكن يكونوا اثنين كلوز، ممكن يكون واحد اوبن واحد ايه واحد كلوز. اقصى تحليل للهيترز دي يا جماعه ما نزيدش عن ثلاثه، لان لو زاد عن ثلاثه بص كده معايا هقول لكم حاجه بسيطه قوي. الفرع اللي انا باخده ده سحبت منه كميه اسمها ام، الكميه دي على فكره بتبقى صغيره خالص، جزء من الواحد يعني من الفراكشن، يعني لو هو 1 كيلو جرام بتبقى فراكشن تحدود 1 من 10 18% وهكذا، هنشوفها مع بعضنا. اللي باقي هنا يبقى كام؟ اللي هيتمدد من 1 ل 2 تقول لي الكميه، سحبت منها كميه وبقيت الكميه الثانيه اتمددت في التربين، يبقى اللي ماشي هنا كام؟ واحد ونص ام اهو. طب يبقى الشغل من 2 ل 3 مش 1 ناقص ام في اتش 2 ناقص اتش 3، الشغل ده شغل التربينه الكل هيبقى كام؟ اتش 1 ناقص اتش 2 زائد 1 ناقص ام في اتش 2 ناقص اتش 3 اللي هي الشغل كله هنكتبها دلوقتي، هنكتبها. يبقى كان انا لما بسحب بليدنج عشان اسخن بيه اللي طالع داخل على البويلر، كان برضه بفقد جزء في الايه؟ من الشغل في التربين. بس في نقطه مهمه قوي يا جماعه، نقطه فنيه كويسه جدا. الحراره اللي بتنزل هنا مش بفقدها، بفقد جزء هنا، بفقد كيلوسس هنا، بفقد كيلوسس. عارفين الحراره اللي بتتاخد هنا يا جماعه؟ ما بتفقدش منها حاجه. خش على طول تاني تكمل عقلك. يعني قاعده بتتسخن بس وخلاص. فطبعا دي في الانتروبي بقى وعمليات الانتروبي مهمه جدا جدا، بتاخد حراره بتسخن بقى وما بتاخدش منها حاجه، ترجعها تاني صحيح. يعني التسخين ما بتفقدش منه حاجه، لا في كوندنسر ولا غير كوندنسر. فدي كويسه جدا جدا بالنسبه للكفاءه بتاعتنا. هنشوف الدوره على الدي اس دايجرام وبيحصل لها ايه. ده سميناه ايه زي ما اتفقنا؟ بنسميه بقى ده النوع اللي هو بيتخلط مع بعضه ده الاوبن في ووتر هيتر، بيتكلم كده اهو. اوبن في اللي هو مفتوح، اللي جاي من البامب بيتخلط مع الفرع ده ويطلع لي هنا. واحد تاني يقول لي بقى انا نسيت اسبيس، نسيت اقول لكم السؤال. الضغط البامب دي بتضغط لغايه نقطه خمسه، خمسه دي ضغطها كام؟ ثلاثه بار. ليه ثلاثه بار؟ عشان اشيل الضغط. ما هي البامب دي يا شباب، البامب دي بتضغط لغايه الضغط اللي هو المنهزر الجديد، لان لو ما ضغطتش لغايه الضغط 3 بار او اقل من 3 بار الدوره هتتعكس، الضغط الكبير هيخش مع الضغط الثاني. فانا بضغط لغايه 3 بار. طب البامب دي بقى بتاخد من 3 بار تضغط لغايه الضغط الايه؟ الضغط البويلر. نشوفها كده على التي اس دايجرام، نشوف التعامل معاها. ركز كده معايا اهي. وهنشوف ايه سبب ال، انا عندي هنا كم ضغط موجود في الدوره؟ ضغط البويلر وضغط الاستنزاف وضغط الكوندنسر. يا شباب متابعين معايا ولا انا عسلين؟ بعد كده ضغط الاستنزاف اهو، بعد كده ضغط البويلر اللي موجود عندي نقطه واحد اهي، ونزلت عند نقطه اثنين سحبت كميه اسمها ام، وبعدين تمددت في الكوندنسر لغايه ثلاثه، وبعدين من نقطه اربعه حصل اللي هي نقطه ايه؟ ساتوريتد ليكويد كوندنسد او كوندنسيشن، يعني اللي هو التكثف حصل عند نقطه اربعه. البمب رفعته الضغط كام؟ الضغط اثنين. الضغط اثنين ده يبقى رفعته لغايه الضغط ده يبقى من اربعه لخمسه. طب بعد ما اتخلط بقى كله مع بعض حراره مع ليكويد مع شويه بخار هيطلعوا يا شباب كمهندسين بقى، احنا اتفقنا كده بيننا وبين بعضنا ان احنا نطلعوا ساتوريتد ليكويد عند الضغط 3 3 بار. يبقى نقطه 6 انا بسخن، انا بسخنه، يبقى النقطه 5 دي منخفضه، هو بعد التسخين هيوصل نقطه 6 هنا ساتوريتد ليكويد لاين عند 3 بار. مش كده يا شباب ولا ايه؟ طب من 6 بقى
هترفع لضغط البويلر، هترفع لضغط البويلر هيوصل بهذا الشكل اهو لسنتا 7 بهذا الشكل. طب انا هسال سؤال، بص كده على نقطه 7 دي ونقطه 4 دي، لو ما فيش عندك في نقطه ليها خاص هتيجي تبص تلاقي كان المفروض هتيجي بقى منين؟ من 4. بص هنا ها؟ نعم. هترفع لغايه 7 داش مثلا. لا على 7 ولا 7 داش؟ 7. يبقى كان الهيت ادت هتبقى اتش 1 ماينس اتش كام؟ 7. لو ما كانش فيه هتبقى اتش 1 ماينس اتش كام؟ 7. لا على 7 ولا 7 داش؟ 7 بالتاكيد. يبقى الكيو ادت حصل لها ايه؟ انخفاض او قلت شويه. وبالتالي الكفاءه عندي صحيح. صحيح انه الواحد ناقص ام قلل في الشغل شويه، لكن مش بنفس النسبه بتاعت الايه؟ لان الكيو الكيو نصص قلت هي كمان، لان قالت لك واحد ناقص ام اللي راح في الكمبيوتر قلت هي كمان. الارقام هتحدد لنا ان شاء الله ازاي الكفاءه موجوده عندنا. ليه تعليق؟ ليه تعليق؟ اللي عايز يعدل طيب بسرعه بسرعه. اه ضغط الفوق ضغط البويلر صح؟ اعلى ضغط هو ضغط البويلر هنا اهو، والثاني ده ضغط البي البي بليدنج اللي هي وهنا البي كوندنس. فانا زي ما انت شايف الدوره قدامي اهي، انا حصل هنا قرض من 5 وصل ل 9. ده كان ايه بقى؟ اشوف الدوره كده بقى في التحليل بتاعها هيبقى لي يا باشمهندس. يبقى هنا السايكل اناليسيس. أول حاجة الويك تيرم بنساوي كام؟ ها؟ اتش 1 ناقص اتش 2 زائد 1 ناقص ام اللي هي الكمية اللي أنا خدتها مضروبة في اتش 2 ناقص اتش 2 تمام يا شباب؟ طب الويك فعل بامبس، عايزك برضه تخلي بالك من حاجة مهمة. الاوبن فيد ووتر هيتر بالذات قدامه بامب ووراه بامب. هنشوف عكس الفيد ووتر هيتر اللي هو الكلوزست. هنشوف دلوقتي. ليه واحد ناقص ام اتش 2 ناقص اتش 3 مش اتش 1 ناقص اتش 3؟ نعم. ليه واحد ناقص ام اتش 2 ناقص اتش 3 مش اتش 1 ناقص اتش 3؟ ما هي كاتبها اتش 2 ناقص اتش 3. انا بقول ليه مش اتش 1؟ لان الكميه اللي داخله هنا داخله باتش 2. مع اتش 1 خلاص. ما كبرت لغايه ما وصلت لنقطه 2 اهو كبرت ده اهو بقى اتش 2 عند نقطه 2 عند السكشن 2 يعني عند السكشن ده اهو الانصاب بينزل. هو امال انت الانصاب بتتمدد بتقل على مدار على طول التربين. فهجيب اتش 1 ليه من عند 2؟ من 1 ل 2 حصل اكسبانشن من اتش 1 لاتش 2 والانصاب بينخفض، وبالتالي انت خدت شغل. الورك بيساوي فرق الانصاب اللي موجود عنده، مش كده مظبوط؟ بعد كده من 2 ل 3 الكميه قلت، الماس فلو ريت قل، يبقى انت بتاخد اتش 2 ناقص اتش 3 ناقص 1 ناقص 3. حد ليه تعليق يا شباب؟ طيب بعد كده الورك بتاع البامبس هيساوي كام؟ اتش 5. طبعا واحد هيقول لي لا استنى بقى، الكميه 1 ناقص ام انت داخل في البامب الاولانيه كام؟ يبقى 1 ناقص ام بإتش 5 ناقص إتش 4 زائد اللي طلع مننا كام كله؟ لا 1 ام، يعني 1 ناقص ام زائد ام بقت 1 يبقى زائد 1 يبقى إتش 7 ناقص إتش كام يا شباب؟ إتش 7 و7 و5 تجيبهم منين؟ من قانون القانون اللي عندك. الورك بتاع البامب الاولانيه سيبك من الماس فلو ريت بقى، انت بتاخد الورك بس اتش 5 ناقص اتش 4 يساوي السبيسيفيك فوليوم في البي 5 ناقص البي 4، والبي 5 موجوده والبي 4 موجوده اللي هي البي البي ريدنج ناقص البي كوندنس في 100. انتوا مين كده يا جماعه؟ سهرانين يعني طول الليل يعني؟ انا كنت بتاع الحته اللي احنا عملناها يا شباب مش عارف. نعم يا ابني. اللي هي بتاع ايه؟ اتش 7 و اتش 5. اه مش عندكم ان البامب لها قانون الفرق الاتشات او فرق الانصابس اديني الشغل، وفي نفس الوقت الشغل في الاوبن سيستم بيساوي ماينس تكامل
البي بالدي بي الدلتا بي مش كده ولا ايه؟ فالاتش الاتش 5 ناقص الاتش 4 هيساوي اكسبسيف فوليوم في البي 5 ناقص البي 4 في 100 ف 10 اس 2 مش كده ولا الكلام ده؟ وبرضه نفس الكلام اتش 7 ناقص اتش 6 يساوي اكسبسيف فوليوم في البي 7 ناقص البي 6 مضروب في 100 تقدر تطلع اتش 7 وتطلع اتش 5 من المعادله. نعم يا ابني نعم الزميل بس بيقول ايه النهارده بقى ايه 100 ما حضرتش انت بقى المحاضره مش هيعمل صوره عادي مش هيعمل بصه ولا مش هيعمل صوره بس حد يرد عليه. بص لو ديب البار ديب البار ده من ايه بيطلع من ايه من كيلو جول ها كل كيلو جرام مش كده؟ لو ديك البار اضربها في 10 اس 5 عشان تبقى من ايه؟ الباسكال اللي هو النيوتن على المتر المربع مش كده ولا ايه؟ والاسبسيف فوليوم عباره عن ايه؟ متر مكعب لكل كيلو جرام متر مكعب لكل كيلو جرام المتر التربيع ده هيطير مع التكعيب يبقى الناتج في النهايه ايه؟ نيوتن متر اللي بنسميه ايه؟ جول اللي هو وحدة الحرارة بالنظام اللي هو الايه؟ الاي سي سيستم. ماشي؟ نيوتن متر ده جول يبقى جول لكل كيلو جرام. طب انا عايز بالكيلو جول لكل كيلو جرام. هقسم على 1000 هنا 10 اس 3 دي معادن تفضل لك كام؟ بس يبقى انت تعوض بالبار وتضرب في 10 اس 2 هتتحل مشكلتك. طيب هعمل حاجه بقى مشكلتي ايه في المعادله دي انا؟ هقول هرد عليك مشكلتي ايه في المعادلات دي انا؟ اطلع ام دي انا بقى كله معروف قول يا باشمهندس اتفضل. انت بتتكلم على موضوع اللي هو احنا اصلا بنحط الكومنت اه يعني هي مش هتحصل معاك ما هي هتبقى هنا وهتبقى هنا فمفيش مشاكل هي بتطلع مع بعض مفيش مشكله لا دي تانية من جهة كهرباء بعمل حاجة بسميها هيت بالانس هيت بالانس اوف اوبن فيد ووتر هيتر هيت بالانس يعني ايه يا شباب؟ انرجي انرجي انبوت تساوي الانرجي اوتبوت الطاقة اللي داخلة تساوي الطاقة اللي خارجة باعتبار ان مفيش لوسز عندي يعني. طب اعمل ايه بقى؟ ها ديني ماليني. ايه اللي داخل الاوبن فيد ووتر هيتر؟ ام في اتش 2 وواحد ناقص ام في اتش كام؟ وخارج منه كام؟ اللي هو اتش 6 واحد في اتش 6 يبقى الهيت بالانس هيبقى عباره عن كده ام في اتش 2 زائد واحد ناقص ام في اتش 5 يساوي اتش 6 المعادله دي على طول اطلع منها ام المعادله دي اطلع منها ام على طول طلعت ام خلاص انتهت المشكله هتجيب الشغل تجيب شغل البامبس تطلع الاثنين من بعض لسه عندي كيو ادي كيو ادي هنا هتساوي كام؟ هتساوي اتش واحد ناقص اتش كام يا جماعه؟ وبالتالي جبنا رانكن ريجنريشن هتساوي وركنت ان شاء الله بعد ما اخلص الجزء بتاع اللي هو الكلوزد فيد ووتر هيتر هدي مساله واخليكم تحلوها في البيت عشان اديتها للزملاء امبارح ورجاء رجاء ما حدش يعني ينقل من بعض ده تعمل لي تقرير كده ورقه واحده وش وظهر وتتحط فاين واسمك وسكشنك عليه على رقم دوت انا رقم درجه يا دكتور نعم انا رقم درجه لازم اجيب اللي عليك وانا بقى بطيب عليك بس اللي هلاقيه من زميله هقطع الاثنين وهراجع عليهم كلهم مش هدوم للمعيد ولا حاجه انا بطلب كده تقريرين في السنه ولا حاجه لابد تلتزم حاجه تكون نظيفه
ما حدش يجيب بتاع الورقه بتاع التواليت دي اللي ملفوف عليها سبير ومقطعها كده وكاتب لي اي كلام وكان اقطعها على طول. عايز ورقه نظيفه، ورقه بروسكاب بيضاء، وكتب اسمك وكتب الحل بتاع المساله، لان في سؤال تاني هضيفه على المساله هتشوفوه دلوقتي. ماشي؟ عشان ما ازعلش يعني ايه من الاستهتار. انت راجل مهندس يعني بعد كده هيطلب منك التقرير. عاوز زي الزميله طلعت البتاع اختار شيء الورقه كده تقوم مبوظه الدنيا. ماشي يا شباب؟ ناخد بقى الكلوز دي وقت هو بسيط جدا ما فيش فيها اي مشكله، بس بيختلف شويه عن الوضع ده في بعض حاجات هتقع، لكن نفس التحليل ونفس الزياده في الكفاءه برضه عندها. احيانا ممكن الاثنين مع بعض طبعا في تشغيل في المشاريع بتاع طلب البكالوريوس بياخد محطه معينه واعمل تصميم كل القطع اللي انت شايفينها، تصميم الفيل ووتر هيتر، البامبس بتشتغل ازاي، درجه الحراره هتشتغل على اي اساس، كميه الفيلول اللي عندك بقت قد ايه، كميه الماس اللي حصل لها بليدنج قد ايه، فدي تبقى مشاريع لطلب البكالوريوس ميكانيكا. لكن انت تعرف الكلام ده عندك فكره لو حصل لك انترفيو او قعدت في المحطه انت والمهندس الميكانيكا ما فيش حته موجوده. معظم اللي مشغلين في المحطه مهندسين كهرباء واقفين قدام التربينه قدام الفويلر قدام كل شغل على الكنترول سيستم قاعدين زيه زي مهندس الميكانيكا. ولذلك انا بقول الماده دي كان زملاء لكم كتير قوي بيبعتوا لي كتير من بعد خبرهم يعني شكرا يعني شايفين بعض المعلومات بتفيدوا هناك. عندنا يجي ثلاثة أو أربعة مسجلين عندنا من قسم الكهرباء، مسجلين من الماستر والدكتوراه. نرجع تاني للمدى سميناه الأوبن في فولتر هيتر والنوع ده قدامه بامب ووراه بامب ما تنساش. النوع الجديد بقى اللي هو الكلوزد بقى يعني يا شباب؟ ركز كده معايا الجزء ده أهو بسحب برانش كده بضغط عالي من التربينة شوية بخار بخش سوبر هيتر طبعا يتخلطوا مع الميه الساتوريتد اللي جايه من هنا فبيحصل لها زياده في درجه الحراره. بيحصل زياده في درجه الحراره. اي هيت اكسشنجر يا شباب او موبايل الحراري بيبقى عباره عن شيل يعني غلاف بايب كبيره وفي مواسير داخله طبعا في الكوندنسر بتوصل ل 14000 ماسوره. بيخش مواسير داخله وخارجه من جهه ثانيه. في بقى نوع اسمه 2 باص و 3 باص يعني راحة جاية وطلعة ولا راحة جاية بس من جهة وطلعة من نفس الجهة. دي حاجات في تصميم الهيت اكسشنجرز ودي موجودة عندنا ككورس كامل بندي لطلبة الماجستير وطلبة الأندر جرادوتس زيكم بدرسوكم مادة الهيت ترانسفير. أنا بدرسه الحالة طلبة الماجستير والدكتوراه بس الدكتوراه أعلى شوية في التدريس بتاعه في التصميم بتاعه التصميمات وإزاي الفاول اللي بيحصل والترسيبات اللي بتحصل وما إلى ذلك. الشل ده داخل مواسير وعن خارج من المواسير وفوق مفتوح فتحه وتحت مفتوح فتحه. الميه البارده بتخش في المواسير والستيم حوالين المواسير اللي فيها الميه البارده. يوم يحصل ايه؟ اكسشينج للحراره زي بيسموه هيت اكسشينجر مبادل حراري. تقوم البخار يتكثف ينزل من تحت تسحبه والميه بتاع التبريد تسخن وتترمى في البحر تاني او بس يدخلها في حاجه اسمها الكولينج تاورز. فكروني دايما لابد اقول لكم ان الكولينج تاورز في المحطات اللي هي ابراج التبريد. ابراج التبريد دي زي ابراج المحله اللي انا قلت لكم عليها. ابراج المحله اللي هي دي مش دي ابراج تبريد مش مداخل مش مدخنه انا قلت لكم الكلام ده قبل كده. فدي مش مدخنه دي ابراج تبريد وهقول لكم فايدتها ايه ان شاء الله. بس عاد يبقى فكرنا واحنا ماشيين كده في السياحه اللي هي بس شايفين انا ما يعني فرصه ما ببصش في الحاجات وبعد هو بنختصر فيه قدر الاستطاعة لكن موجود في الراس زي ما انتم عارفين يعني مش في الكراسي كده ولا ايه؟ اه نتمنى ان يعني ان يثبت في مغيبكم يعني. كنا بنقول ايه؟ الراس مش في الراس. هو بقى النوع ده اللي المايه داخله في مواسير والستيم حواليها بنسميه كلوز في ووتر هيتر. النوع ده يا مالو زي ما انتم شايفين بيحصل خلط على طول مباشره ميه داخله ونازل عليها بخار بتتخلط مع بعض. لكن النوع اللي هقول لكم عليه ده دلوقتي اللي هو الكلوز الميه البارده داخله بجهه او مش البارده بقى
هنا الميه هتبقى داخله منين؟ من الـ من الـ من البامب الاولانيه جايه من الكوندنسر، والبخار اللي داخل ده بيسحب حواليه. طبعا الاولاني ده اكفأ على فكره، الاولاني ده لما بيحصل خلط بيبقى اكفأ لان الثاني على ما الحراره تتنقل واطلع وبتاع، لكن في النهايه برضه بدخله مع الخط، هتشوف التدخين بتاعه مع الخط اللي راح البولر ازاي، فما بتخافش من حد. لكن هو ده بقى. وعلى فكره المينتنس بتاع المعمل الكلوز اصعب بكتير من المينتنس بتاع الاوبن. الاوبن بتفتحه وتنضفه، التاني فيه مواسير، المواسير لو حصل فاولنج فيها اللي هي ترسبات او املاح او كده بتكتم المواسير دي، بتكتم المواسير. طب لو المواسير حصل في ماسوره خرم من الاقران مثلا، حصل ثقب في ماسوره من المواسير، طبعا دي بتبقى بالاشعه السينيه بعرفها على طول، هقعد بقى اطلع البتاع ده واشد البتاع ده ساعات احيانا بوصل ل 30 متر طول، اطوال كبيره جدا، وفي منه الصغير عشان اشيل الشيل ده من جوه البتاع اللي هو المواسير دي، بتبقى ماسكه في حاجات بتطلع من الشيل، عمليه شاقه جدا. فلو عرفت الماسوره المخرومه دي ممكن اعمل فيها ايه؟ بدون ما اعمل طبعا لو زاد بقى عدد الاثقاب المفروض ان احنا اترمى جلدين او يتلحم او كده يعني، حد يعرف؟ الماسوره دي ما هو لو حصل الاثنين دخلوا على بعض هتبقى مشكله، زي وش السلندر في الـ في الـ في الـ في السياره كده، الميه بتخش على الزيت تبقى مصيبه. بس الدم نعم بس الدم الناحيتين اعمل فيها ايه؟ اقفلها من الناحيتين. ازاي؟ اي حاجه في الضايق خلاص مش اي حاجه. انت بتزعل زعلان انت عايز تبقى يعني هي بطببها من الناحيتين، بعمل طبه باليمين وطبه بالشمال والغيها خالص. الغيها خالص زي ما هو بيقول بس زعلان معرفش زعلان. طبه زي بتبقى عباره عن قطعه حديد بتكون داخله في الماسوره وتلحم على وتجهز نفس الكلام. الطبه دي بتتعمل للزيت بالذات، يعني لو عندك فيه بيرنج او كرسي محور تلاقي فيه دايما طبه كده من فوق في الجهه، يعني يحط شحم يحط زيت. فدي موجوده طبعا لو زاد عدد المواسير البايظه لابد طبعا تتلغى بقى، والا يبقى الكفاءه بتاعت الاكسشينج الهيت اكسشينج وحشه جدا. نشوف كده النوع ده معلش هنمسح ده اهو اهو كده نمسح ونشوف ايه اللي بيحصل. ده من اصلا الفرع ده وياخد الميه يخش المواسير واطلع على البويلر على طول مباشره. طب الفرع ده بقى اللي هو بيسخن المواسير هيسخن المواسير هيخش على المواسير بس المخرج بتاعه يروح فين؟ ارجع تاني فين؟ على طول على 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 مكثف ويرجع تاني مع يعني اخد ده كده على مكثف؟ بس هو كلامك مظبوط بس ده حاله من الحالات. استنى بس عليك لو رجعت على الكوندنسر على طول الضغط هنا كام؟ وهنا 7 مللي هتنعكس الضغط بسيط. لكن ممكن اعمله عشان هو كويس ان واحد ما قلتوش امبارح الكلام ده، ممكن اعمله ان بعمل حاجه بسميها البريشر ريدكشن فالف. انا بقلل الضغط بتاعه في انتوا خدتوا البروسيس في السيرمو دايناميك بتاع السروتلينج اللي هو الخان اجراء الخان السروتلينج فالف بالظبط. السروتلينج فالف دايما انتوا خدتوا درست الثلاجه المنزليه حتى لا في حاجه اسمها الكابيلا تيوب الانبوبه الشعريه ده رفيعه قوي الفلو بيبقى ضغط بضغط عالي جدا نتيجه الفريكشن بينخفض الضغط الى ضغط اقل من الضغط تقريبا واحد اقل 9 من 10 ضغط جوي. يقوم الفريون لما ينخفض الضغط بتاعه بهذا الشكل بيوصل درجه حراره ناقص 18 درجه مئويه. ودي
النظريه بتاعت التبريد، يبقى عند ضغط عالي بعمل له انخفاض في الضغط مفاجئ. فزي ما انتوا عارفين شربوا سجاير طبعا. لا اله الا الله. شربوا سجاير او بوزه او لا الحمد لله. الولاعه بتاع السيجاره بتجيب انبوبه كده وتملاها بالغاز بتاع الايه؟ اللي هو الغاز الطيب يا اما غاز طبيعي يا اما بتاع البوتاجاز. لما بتقعد تضغط كده بتلاقي ايدك من هنا اتلجت. اتلجت ليه؟ في ضغط بتاع الغاز عالي في الانبوبه وانت عملت له اكسبانشن في مساحه واسعه. طب هنخفض درجه الحراره مباشره. ده بدايه مخترعه التبريد الصناعي. اخترعوا كيميائي مشهور اسمه مش فاكر اسم البوتاجاز. تمام يا شباب؟ ممكن البوتاجاز برضه. اول البوتاجاز لما تيجي تفضيها. لما شغلت الافراج تلاقيها تبص تلاقيها متلجه. تمام. نتيجه الاكسبانشن فدرجه الحراره بتنخفض فبيتكون عليها التلج. التلج المره ده جاي من ايه؟ الرطوبه اللي موجوده في الجو بتيجي ثم زي ما بتيجي الشباك الصبح في الشتاء تنفخ كده تطلع لك ايه؟ شبوره يعني. فالشبوره اللي بتتجمد نتيجه ان درجه الحراره بتنزل تحت الصفر. هات انبوبه البوتاجاز عندك وانزل في الشارع واقعد ان شاء الله كده وقول الو الو تعالوا اتفرجوا وافتح الانبوبه. ماشي؟ شفت طبعا الناس هتهجم عليك وتموتك يعني. اوعى تعمل حاجه زي كده. عملتها بزيت. او اكسبانشن بمب بيخفض الضغط فعلا من هنا ويرجعه على الكوندنسر تاني. ممكن دي طريقه من الطرق موجوده. الطريقه الثانيه بناخد هنا اهو من هنا هاخد من هنا بمب ترفع لغايه هنا. مش ضغط بويلر اللي طالع من هنا على طول ضغط بويلر اهو صح يا شباب؟ هاخد من هنا الفرع ده من 3 ارفعه ل 60 اهو يخش على الخط ده. ولا مش هي لسه حاجه دي الطريقه المتبعه مش هي لسه اللي فاتت مش هي في بامب بعد بس خلي بالك البامب دي بترفع لضغط اللي فات كان البامب دي بترفع لضغط كام؟ الاثنين. لا هي بترفع لضغط البولر على طول. لكن دي يا اما اعمل بريشر ريدكشن بامب يا اكيد بامب ترفع لي من 3 لغايه كام؟ لغايه 6. طب نكمل الارقام بقى. ده هنا 5 ده هتبقى 6 دي 7. اعتبر ان نقطه 7 دي يا جماعه ساتيوريتد ليكويد عند 3 عند كام؟ عند نفس الساتوريشن عند الثلاثة يعني اللي طالع من هنا سخن نفس السخونية دي. هو طبعا ده مش مظبوط في المشاريع بقى بيكون الدرجة اللي هي شباب بتكون نقطة 7 دي أقل من نقطة 6 بحوالي 5 درجات. نقطة 7 أقل من نقطة 6 دي بحوالي 5 درجات. دي في الشغل المشاريع يعني. لكن احنا نعتبرها ان نقطة 7 ده اهي طالعة اهي ساتوريتد ليكويد عند الضغط الكام؟ عند 3 بار. لان انا بعتبر ان ده 3 بار نزل ساتوريشن وطلع برضه ساتوريشن خالص. هنشوفها برضه على الايه؟ على المنحنى هتبقى شكلها ايه؟ نيجي بقى هنا نشيل بقى الفي اس ده. مفيش هنا. هذا ضغط البويلر ضغط البليجن ضغط الكوندنسر في كوندنسر في بليجن في بويلر. واحد اثنين
شباب ركز كده معايا بقى. نقطة خمسة دي نقطة خمسة من أربعة لخمسة. أنا إن شاء الله خمسة دي ضغطها فين؟ على ضغط البويلر الثانيه كانت ايه؟ كانت ضغط اللي هي الاوبن في بولر معلش دخلت ورفعت تاني بعدين في النقطه بقى سته شاطر اللي بيقول نقطه سته خلي بالك عندي ثلاثه بقى اتكسفت بقت ساتوريتد طبعا بتحسب كميه الميه اللي طلع لك نقطه سته ساتوريتد دي هذه شفت الوانس بقى طلع نفس الخط الثاني هتبقى هنا لا الخط هنا بس على الخارج جنب هنا 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 مش هتبقى ساتوريت ستة للساتوريت لكن سبعة انت رفعت ضغط البويلر لضغط البويلر لكن سخنت شوية بص لو ده مش موجود مش هتبقى من اربعة لخمسة ونقطة خمسة ايه لكن حصل دخل البويلر بقى عند كام؟ عند سبعة زاد فكمية الحرارة قلت مانتوش متابعين نفس الكلمة نقطة سبعة زادت عن نقطة خمسة وبالتالي كيو ادي اتقلت مش كده يا شباب نعمل هيت بالانس نعمل الانالسيس النهارده تورك تيربل اتش 1 2 زائد 1 ناقص ام اتش 2 ناقص 3 تورك بامب تساوي 1 ناقص ام هنا داخل واحد بس كده غير فين وبعد رجع دخلوا ايه تاني عشان الناتج يطلع ايه كده يبقى هنا واحد ناقص ام اتش 5 ناقص اتش 4 واتش 5 ناقص اتش 4 بجيبها بالطريقه العاديه زائد ام اتش 7 ناقص اتش 2 ناقص اتش 6 انا احب دايما ما اعملش شغل ده طيب الورك اللي انت هيساوي الورك تربل ناقص الورك ايه بتاع البوم يو ادد طبعا اتش 6 اتش 7 اتش 5 هجيبها بالقانون بالقانون مظبوط يا شباب بعد كده هعمل هيت بالانس ده بنسميه زي ما اتفقنا بقى كلوزد فيد كلوزر هيتر اللي هو المغلق او المقفول هاجي اعمل هيت بالانس اهو الايه باخد بقى باخد الباوندري بتاعي اهو اللي داخل واللي خارج منه اهو بعمل الباوندري كده حواليه اللي داخل هنا هيساوي ايه؟ من يمدين اللي داخل هتكون هيت بالانس فور كروز في روتر هيتر هيبقى ام في اتش 2 داخل زائد 1 ناقص ام في اتش 5 يساوي لخارج ام في اتش 6 زائد ها هتبقى ايه بقى 1 ناقص 1 ناقص ام في اتش 7 من هنا نطلع ام على طول من هنا نطلع ام
الراوند ليه ما دخلتش هنا؟ لو دخلت هنا كانت هتدخل البامب بقى كان قبل البامب. فهو اللي خارج مننا لسه مازال واحد نايس تيم بس الاتش 7 هو ما هو زي اللي بقول لكم التصميم المظبوط بقى في التخطيط لمشاريع اتش 7 لينا وضعها مش كده خالص. بصوا يا شباب بما في هنا خد نسميه ايه؟ ودي بي ودي سي. السبعه دي هتبقى نقطه مشتركه اجي احدد النقطه دي اللي داخل عند ايه؟ واللي داخل عند دي يساوي اللي خارج عند سي. والنقطه ده اقل من دي بخمس درجات. افترضها كده فبقدر احل بس احنا ايه؟ اعتبرنا ان الثلاث نقط قريبين من بعض وشكل بعض. خمس درجات ما تفرقش 5 كيلو جول مش طبيعي. فبتبقى قريبه من بعضها فظبطها عشان تسهيل يعني. ماشي؟ بعد كده ان طلعتها احسب على طول كيلو ادب. خلاص انا عملتها كيلو ادب. بعد كده هجيب الكفاءه اللي عندي تقويتها هتساوي غير كيلو بس خلاص. ساعات بختار اثنين انا زي ما اتفقت معاكم اقصى في تتحط في الدوره ثلاثه. لان لو قعدت اسحب هيقل الشغل هي بتوصل الكفاءه بتزيد ترجع تقل تاني. لو زاد عن 30 بيحتاج مينتنس عاليه بيحتاج تشغيل محتاج فلوس طبعا للشركة كابيتال كوست بتاعه. فطبعا هم يجربوا يظبطوه بحيث يزود الكفاءه 1 من 10% 2 من 10% مهم جدا. 1 من 10% في الكفاءه اوعى الكفاءه تطلع عندك مثلا 321 وتشيل الواحد ده من 1000 مثلا 21000 اوعى تشيل 32 واحد من 10 واحد من 10 ده فلوس بتدفع. فما تقربش الكفاءه لاقرب قيمه لازم هي بالظبط عشان ما يا شباب. ناخد كده مساله سريعه ونشوف الارقام زي ما سؤال دكتور هو من ترم بعيد لغايه المحاضره دي؟ لا من ترم بعيد لغايه المحاضره دي؟ مش عارف ما هو نعرف احنا لسه دخلنا على الميد ما هو مش هنشوف الاسبوع ده يا دكتور. انا ما اعرفش انا ما اعرفش هديك لغايه اخر موافق. عندي اسئله ستيوبد يعني. يعني واحد هتجيب ايه في الميد ترم؟ هناخد في الميد ترم ايه؟ انت دلوقتي في ايه ذاكر الكلام ده الاول وبعدين نبقى نشوف الميد ترم اللي بعده. مش هنشوف محاضره فين؟ هو عندك المحاضره اللي هناخد منك يا ماشي لانه مش عايز يتعلم معلومه حضرتك مش عامل امتحان كده رايح معاك اعمل مقابله كده شخصيه واشوف بقى اللي مش فاهم انا ما ينفعش الاسئله اللي غير اوانها دي ما ينفعش قبل الامتحانات على الاقل انا بقول والله المقرر عليك ده انا شرحته كذا في حاجات كده كتير هنا ما لهاش دي بنت كتيره بعد كده ان شاء الله لو اشتغلت في المحطه كده تبقى انت سافرت اللي فات بقى انا وابراهيم ما دي ما انت خلاص نكمل المساله دي نفس الكلام اهو اسالك في سؤال متجاوز ما اعرفش حاجه في الماده اصلا يس ايه وانت شو يعني بس انا محطوط ارقامها كده يعني من عندي ازيك طيب اهو ازيك طيب ازيك انا ما فهمتش سامحني انا ما فهمتش ها مش لازم سامحني الجيب بتاع الاسئله في عندي محطه بتشتغل بالاوبن في ووتر هيتر رانك سايكل يعني الباور بتاعتها الباور بتاع المحطه 27 ميجا وات طلع لي باور 27 ميجا وات البي بتاع البويلر 60 بار مفتوح حتى بعد كده البي كوندنسر 7% بار 7% بار. طب حد يعرف يقول لي الميه بتاعت التبريد بتاع الكوندنسر درجه حرارتها المفروض ما تقلش عن كام؟ هتجيبها عند ايه بقى؟ 7% برضه يعني هي ما تزيدش عنها. طب كام كده تقريبا يا باشمهندس؟
40 زائد 40 زائد 39 وشويه. المفروض ميه التبريد ما تزيدش عن كام؟ عن 40 تكون اقل عشان تقدر يحصل ثلاثه حالات. السليم يدي للميه بتاع التبريد دي يعطينا 25 مثلا 27 30 لا يا اسطى يعني برضه ما احبش حاجه انت او كفايه في الموضوع ده. عندك في ليدن عندي كام يا شباب؟ 3 مرات. فبيقول احسب ام دوت التوتال مطلوب احسب ام دوت التوتال بتاع الستيم. الستيم طبعا احسب الام طبعا بقى هطلع يعني ستيم شارت هنريحك كتير. طلع كده الستيم شارت هو ايه دي؟ طلع شارت هات سرعه واحد يا جماعه. هي دايما نقطه واحد بتيجي من الجدول الافضل لكن برضه حاططها على الخريطه عشان تريح دماغك. ما تمسكش الضوء فنقطه واحد هتمسك الخريطه بتاعتك هتطلع 60 بار. نسيت اقول لكم المسألة ناقصة حاجة انت بس بره يبقى انت هتيجي عند 450 درجة ناقص 60 بار بنعاقب واحدة واحدة اول 60 بار عندك 50 بعدها 60 على تنزل بالخط لغاية 450 درجة شوفوا كم يا شباب تبار بعد 3300 هي المفروض في الجدول 3300 مش كده 3300 انزل بعد على جيب ضغط استنى بس انا اشوف زملائك فشل الاخ اللي قاعد ورا بياخد انا وصلت طلعت الاتصال بي 3300 مظبوط دي ما طلعهاش خليك جنب الحلقه ما اهو ايه مفيش والله انا الخريطه بتاعتي ما بصش معاها اصبر طلعتها لا لا ما بصش معاها معلش اي حاجه والله 3300 حد ما طلعهاش اتصاب بايش واحد 3300 اكتب عندك 3300 اعمل اي هتنزل راس لغايه كام؟ لغايه 3 بار لغايه 3 بار عشان اجيب الاتش هتلاقي الاتش 2 طالع عندك بكام؟ انزل كده راسي لغايه 3 بار تنزل بالخريطه راسي عند النقطه اللي انت حددتها لغايه 3 بار 10 بار هنا 5 بار هنا 4 بار 4 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 طبعا
المسطره عشان تنزل راس كده على الخريطه وتقدر تطلع على طول مباشره الاتصال بي عند ثلاثه عند ثلاثه ثلاثه مره واحده اهو النص بالظبط 2610 مثلا 2610 ها عندي طلع عندي 2615 2115 انا عندكم 2610 15 مش مشكله الفروقات البسيطه دي نتغاضى عنها هكمل نفس الخط الكحلي لغايه 700 بار لغايه 700 بار تلاقي اتش 3 بقت كام عندك؟ مين يطلعها عندك 700 بار انت عندك 4% اللي يطلع من 2115 6 7 2000 لا 2000 وكام؟ 300 لا 2090 عندي 2090 ما بين البنين كده عارفين المسرحيه بتاع فؤاد المهندس؟ ولا ما تتفرجوش انتوا على الفيلم ده خالص؟ لا بتفرج على الفيلم ما بين البنين مش مشكله بتاع سيدتي الجميلة ولا الفيلم بتاعي؟ ولا الفيلم بتاعي؟ طيب خلاص حسيتوا الكلام 2090 طب ايش اربعه كان بقى عملوها؟ سيادتك بقى سيب الخريطه خالص خالص الجدول ونخش على الجدول عند 700 بار ناخد هذه الحته واعملها مسخره ده مفيش داعي للكلام عند 700 بار تجيب اتش اف اتش اربعه تساوي اتش اف افتح كده الجدول هتلاقيها كام؟ صفحة كام الأول؟ 163 صفحة 8 صفحة 8 عند 700 بار هتلاقوا اتش اف بكام يا شباب؟ 163.14 مين ما طلعهاش؟ طيب اتش اتش 6 عند 3 بار اتش اف هتبقى صفحه كام يا شباب؟ صفحه 12 صفحه 12 وعند 3 بار هتلاقي اتش اف كام؟ 561 انا سعيد ان انا متابعين معايا 561 عايزين بقى اتش 5 واتش 7 القانون بقى سيادتك هتطلعهم من القانون في منتهى السهوله اتش 5 ناقص اتش 4 تساوي 69 مليون الفرق واتش 7 ناقص اتش 6 تساوي 1 مليون هنعمل هيت بالانس اللي ايه؟ للهيت اكشنجر هيبقى عباره عن ايه بقى؟ اكتب عندك كده ام في اتش 2 ام في اتش 2 زائد 1 ناقص ام في اتش 5 تساوي 1 في اتش 6 تطلع ام من هنا تطلع ام من هنا تجيب الورك تيرم بعد كده اكتب عندك الورك تيرم بيساوي اتش 1 ناقص اتش 2 زائد 1 ناقص ام في اتش 2 ناقص اتش 3 وبعدين شغل البقص انت طلعته قبل كده عايزك بقى في البيت هتروح تعمل الكلام ده وتظبط وتطلع الارقام بتاعتك. تعمل المساله دي بقى نفس المساله من غير الفيل ووتر من غير الهوبن فيل ووتر دي. يعني هي سمبل رانكن سايكل. طب ما هيبقى 60 وبرضه تنسى 700 يعني هي اللي هتشوف شغل البنك ولا حاجه. يعني هي اللي هتبقى في وتشوف الكفاءه زي التأكيد. هتعمل سيف ريفنت سايكل عادي اعلى ضغط عندك هيبقى
الاستثمار وعشان تقارن يا شباب عشان تقارن ما بين هل الكفاءة زادت فعلا ولا ما زادتش. تمام يعني هي دي اللي احنا هنخليها ونجيبها في الورقة. المسألة دي وسند رانك سايت في ورقة واحدة تمام هتحلها وتقارن وتقول فعلا ان القيمة زادت بنسبة كذا في المية زادت بنسبة كذا في المية 3% 4% زي ما قلت يعني. المرة القادمة إن شاء الله نشتغل معاكم الريجيت ريت وصلنا مفيش فيها أي مشكلة الريجيت سايكل وناخد مسألة عليها وبعد كده نخش على الدكتور الجاز الدكتور المسألة دي بتقول ايه مثلا الظهر اللي هم دولت اللي هيسلموا السلام عليكم.